موضوع اليوم عن الفكر الجمهوري. قبح الله وجوههم جميعا حياء وأمواتا منهم، لأنه ده أسوأ فكر أراد به المستعمر الذي استعمر السودان في وقته أن يدمر به الإسلام في السودان. المستعمر لما نجي أي دولة ويطلع بيترك فتنة وراه، أول شيء بيشيل ثروات البلد، معلومة دي كثير من الناس ما فاهمينها. اثنين، بعد ما يسرق ثروات البلد ومعادنها وأشياء مهمة جدا، بعد ذاك بيزرع فيهم فتنة دينية، زي في مصر المستعمر طلع زرع فيهم حسن البنا بما يسمى زورا وبهتانا الإخوان المسلمين، وكما قال القائل لولا الإخوان المسلمون لكان المسلمون إخوة، ودي والله كلمة حقيقية. المهم، وهنا لما انطلع من السودان زرع فيهم العواليق ده محمود محمد طه، لخبة الدين. وخلاصة فكر الجمهوريين إنه ما في إله خلق هذا الكون، دي خلاصة الفكرة، وده الكتب والوثائق انت قاعد بتكلم ساكت، خلاصة الفكرة دي. وإنما الإله عند محمود محمد طه وعند الحزب الجمهوري كله هو الإنسان الكامل، وهو الله عند الجمهوريين. دي الخلاصة، ودي أول نقطة نبدأ بها، مسألة الألوهية عند الجمهوريين، إنه الإله عندهم هو الإنسان الكامل، والإنسان الكامل عند الجمهوريين هو الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، كما جاء في كتاب. وأي كلام بنا بنقوله بنعرض عليه أدلة من كلامهم هم، مش من كلامنا نحن، إما وثيقة من كتاب أو فيديو بتاعهم هم ذاته. طيب، كتاب أدب السالك الصفحة 27، صفحة رقم 27، هذا هو الكتاب يا جماعة، ده كتاب أدب السالك. والكتاب ده تأليف محمود محمد طه بالمناسبة، رغم إنه ما مكتوب في الغلاف محمود محمد طه، هم دارين يموهوا على الناس، كتبوا فيه الإخوة الجمهوريون فوق بس ما كتبوا اسم المؤلف، المؤلف هو محمود محمد طه، الكتاب ده ذاته، ونتحدى أي جمهوري، بدليل إنه في لما حاكموا محمود محمد طه في عهد نميري وحكموا عليه بالردة وكتلوا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وفضله ومنته، كان من الأدلة اللي عرضوها قدام محمود محمد طه وكفروا بها جميع العلماء في العالم الإسلامي آنذاك في السودان ومصر والسعودية وغيره وغيره وغيره، من الأدلة العرضوا على كفره قدامه وأقر بها وقالوا له توب واستتابوا وأبى يتوب ومات على الردة والكفر، الكتاب ده كان من أعظم الأدلة، وقالوا له منه القاضي، قالوا له منه هو المكاشف طه الكباشي، قالوا له منه في محكمة الموضوع، وأبى أن يتوب أو أن يرجع من هذا الكتاب، كتاب أدب السالك. وارجع إلى محكمة الموضوع، موجودة فيديو في اليوتيوب، ارجع الى كلامي ده، كتاب ده ذاته ادب السالك، عشان ما يلعبوا عليكم الجمهورين. الصفحه كم؟ 27. قال محمود محمد طه، وده الاله بتاع الجمهورين، انه هو الانسان الكامل، والله عند الجمهورين هو انسان كامل، بس ده الموضوع كله. قال: وقلب الانسان الكامل جسده معمور بذكر الله، فهو بيت الرب، وهو معمور بذكر الله لأن الإنسان الكامل هو الله. ونعرض الكلام، أنا عامل تحته خط بالأحمر بالقلم الأحمر، قال لأن الإنسان الكامل هو شنو يا جماعة؟ هو الله. إذن الله عند الجمهوريين ما هو إلا إنسانا بشر يعني كامل، وده كفر ليس وراءه كفر أبدا أبدا، وده فيه رد على المجرمين من الشعبين أتباع الترابي والود بتاع أنصار السنة الأستاذ قال محمد زكريا وغيرهم القاعدين يأصلوا للناس، زي ما جاء أصل في داخلية الوسط الود ذاته، قالوا إنه
مقتل محمود محمد طه كان سياسي ما عنده علاقة بالدين. ده ما عنده علاقة بالدين؟ زول يقول الله هو الإنسان الكامل، ده ما كفر في الدين؟ ما عنده علاقة بالدين. يا مجرمين، يا دارين تزوروا الدين وتأصلوا للناس فكر محمود محمد طه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، تمشوا وين من ربنا سبحانه وتعالى؟ كما قال تعالى فأين تذهبون، اتقوا الله سبحانه وتعالى. وإذا كان ده ما كفر، وإذا كان قال الإنسان ده ما كافر، قال الكلام ده إنه الله هو الإنسان الكامل، إذا كان ده ما كافر، الكافر منو؟ أنا بسأل. زول يشتم الله ويقول الله هو الإنسان الكامل، وربنا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إذا ده ما كفر، كفر وين تاني؟ طيب ده واحد. اثنين، من نفس الكتاب أدب السالك الصفحة رقم 8 برضو فيه رؤية محمود محمد طه والحزب الجمهوري كله من محمود محمد طه مؤسس هذا الكفر، مرورا بمين ومين ومين ومين، انتهاءا بالقراي العامل في الأمد دا رضع مناهج لأولادنا أخزاه الله، وأسأل الله أن ينتقم منه عاجلا غير آجل، إنه على كل شيء قدير، وأملنا في ربنا كبير جدا لا تحدوا حدود. طيب الصفحة 8 قال محمود محمد طه، قال ولما كان الإنسان الكامل هو قيد الذات بالصورة التي ذكرناها. الإنسان الكامل شنو؟ هو قيد الذات بالصورة التي ذكرناها، فإن كل الوجود مستمد منه. كل الوجود، الملائكة والسماوات السبعة والإنس والجن والرسل والأنبياء والبشر والحيوانات والبحار والأشجار، كلها مستمدة من منو؟ لاحظ الكلام ده، من الإنسان الكامل. أها. وكل أنوار الولايات وأنوار النبوات، النبوات مستمدة من نوره، حتى أنوار النبوة والنبوات كلها والرسالات مستمدة من نور الإنسان الكامل. وكل حركة التطور إنما تطلبه، فما تحرك من متحرك ولا سكن من ساكن إلا في سبيله، سبيل منو؟ الإنسان الكامل الذي هو الله عند الجمهورين عند محمود محمد طه، سبيل أن يتنزل من الملكوت إلى الملك. الإنسان الكامل يتنزل، قال من الملكوت إلى شنو يا جماعة؟ إلى الملك. وهذا الكلام أنا أخذت تحته خطوط من كتاب أدب السالك الصفحة رقم 8، ومعليش أنا سريع سريع عشان الناس تشوف، سريع سريع عشان الوقت بس. طيب كذلك في الصفحة رقم 42 نتحداهم، جمهورين قراي وزعموط وزعيط ومعيط من الملاحدة والمجارمة، يجي يقدر ينكر الكلام ده؟ كلام مؤصل بفضل الله علينا وبالأرقام وبالوثائق والكتب والفيديوهات والصفحات، بفضل الله ماشيين معه خطوة خطوة بإذن الله سبحانه وتعالى. صفحة رقم 42 من هذا الكتاب، وأنا أتمنى ده يكون يعني الناس يرجعوا لهذه المحاضرة عشان يكشفوا المجارمة ديل، وأنا لخصت لهم تلخيص إن شاء الله يكون كافي. صفحة 42 قال محمود محمد طه الملحد، قال وبهذا تتحقق خلافة الأرض. اسمع الكلام ده كويس، بظهور الإنسان الكامل المسيح المحمدي صاحب المقام المحمود. ولقد بينا أن القرآن جميعه في حق صاحب هذا المقام، القرآن كله في حق شنو؟ صاحب المقام الذي هو الإنسان الكامل. وأن الذات المطلقة هي فوق القرآن، هي فوق المرقوم، فإلى الله الإنسان الكامل ينتهي تأويل القرآن. الله عند الجمهوريين وعند محمود محمد طه وعند القراي وعند الدالي وعند أسماء محمود محمد طه وكل المجرمين وأعداء الدين وأعداء القرآن، الله عندهم هو الإنسان الكامل. وروني يا مسلمين ده كفر ولا ما كفر؟ وروني الكفر ذاته قدر ده، ورونا له. وده السر اللي بيفسر إنه الشيوعيين
والملاحدة الباقيين والعلمانيين دائما بيسعوا جاهدين انه يمكنوا للحزب الجمهوري، لانه الحزب الجمهوري ما هو الا ملخص من الفكرة الملحدة بتاعت الشيوعيين واليهودية والنصرانية والبوذية وغيرها من الكفريات والإلحاديات، لكن صبغوه بصبغة الدين. كفر مصبوغ بصبغة الدين، إلحاد دار يصبغوه بصبغة الإسلام، ودي خلاصة فكر محمود محمد طاش، يعني لخبط الإسلام من جوا. عشان كده الشيوعيين والملاحدة دائما بيلتزوا الجمهوريين يقول لهم افسدوا لنا الإسلام. واسل القراي ماسك وضع المناهج، مدير وضع المناهج بتاع أولادنا وبناتنا وطلابنا عشان ينزل لهم المناهج دي، وربنا ما بخليه أبدا، ربنا ما بخليه. أسأل الله أن يريحنا من هذا الجمهوري الضال المضل. طيب قال فإلى الله الإنسان الكامل ينتهي تأويل القرآن، وهذا معنى قوله تعالى عن القرآن وما يعلم تأويله إلا الله الآية. فالإنسان الكامل هو الذي يعلم تأويل القرآن، ووقت ظهوره هو وقت تحقيق هذا التأويل، كما بينا عند الحديث عن آية هل ينظرون إلا تأويله الآية. وصاحب المقام المحمود هو أيضا ينتهي إليه علم الغيب، وهذا هو معنى قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقد ذكرنا أنه من معاني هذه الآية أنه لا يعلم ذات الله إلا الله الإنسان الكامل. إذن ده تأكيد وتوكيد إنه الله عند الجمهوريين هو ما هو إلا الإنسان الكامل، يعني الإنسان لمن يكمل حسب نظرهم طبعا وفقه الجمهوريين الفاسد، ويترقى ويترقى في الدرجات، ده هو الله ذاته، لكن ما في إله للكون سوى الإنسان الذي ترقى وكمل، ما في إله إلا الإنسان. فكل إنسان كمل هو إله نفسه وإله الآخرين الذين لم يكملوا، ومن هنا إنكار الجمهوريين لوجود الله سبحانه وتعالى. وهنا وهذا يفسر السر اللي بيخلي الشيوعيين اللي بينكروا وجود الله دائما مبسوطين من الجمهوريين وبقدمهم، لأنه العقيدة شنو يا جماعة؟ واحدة، لكن دي بصبغة دينية كما في نظرهم. طيب قال ومن معاني هذه الآية أيضا أن الإنسان الكامل هو أكبر من يعلم الغيب، فهو علام الغيوب، يعني هو الله، فهو علام. الإنسان الكامل هو شنو؟ علام الغيوب، يعني هو الله. المشار إليه في كثير من الآيات، وهو الكتاب المبين، المشار إليه بقوله وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، وهو يعلم غيره الغيب. طيب وأيضا في كتاب القرآن ومصطفى محمود تأليف الهالك المرتد محمود محمد طه الصفحة 164 برضو يبين لنا إله الجمهوريين من هو. صفحة كم؟ 164 من كتاب القرآن لمحمود محمد طه. والكتاب ده ما عنده علاقة بالقرآن، الكتاب ده كله كفر من الغلاف للغلاف، كله كفر بالله وإنكار لوجود الله سبحانه وتعالى، وإن الله هو الإنسان ذاته بس الكامل. الصفحة كم؟ 164. الله ينتقم منكم يا أخي، الله ينتقم منكم. طيب قال ونلاحظ في هذا الفصل، فصل أسماء الله، أنك لم تتحدث عن أسماء الله إلا في أسطر برود، قال على مصطفى محمود وذاك ذاته ما نافع، في صفحة 137، وقد تورطت في خطأ كبير حين زعمت أن اسم الله اسم على عالم الذات الإلهية، والحق الحق يا تيا محمود محمد طيب أنت عندك حق، كل باطل. قال والحق أن الله إنما هو علم على الذات الحادثة وهي الإنسان الكامل. أو ده الله هو الإنسان الكامل محمود محمد طه. ربنا سبحانه وتعالى قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب
وكذلك في كتاب الرسالة الثانية في الإسلام أو للإسلام الصفحة 90 إلى 91 برضو يثبت نفس العقيدة الإلحادية الفاسدة. يقول محمود محمد طه، ده كتاب الرسالة الثانية للإسلام، طيب أو من الإسلام. يقول محمود محمد طه: هنا يسجد القلب وإلى الأبد بوصيد أول منازل العبودية، فيومئذ لا يكون العبد مسيرا إنما هو مخير، ذلك بأن التسير قد بلغ به منازل التشريف فأسلمه إلى حرية الاختيار، فهو قد أطاع الله حتى أطاعه الله معاوضة لفعله. وده بقى كفر برضه، ربنا سبحانه وتعالى ما معاوضة لفعلك، ربنا رحمة منه رحمة منه بيرحمك. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: واعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. طيب قال: فيكون حيا حياة الله. وده كفر برضو ثالث، لأن الحياة المطلقة لله سبحانه وتعالى، أما من سوى الله ومن دون الله سبحانه وتعالى من جميع المخلوقات ما عندهم حياة كحياة الله، إنما يموتوا. شكرا ربنا قال: كل من عليها فان، وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وده مما يدل إنه جماعة المغر القرآن من الله خلقهم، ولا محمود محمد طه للقرائي. القرائي قال الآيات الجاد في الإبل وزكاة الإبل، قال: دي تحفظها ليه؟ ما تحفظها لأنه ما عندك إبل ذاته. يأتوا آيات يا قرائي الفصل الزكاة الإبل، ما لقتنا آية فصل الزكاة الإبل. ربنا قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وكذلك باقي الآيات الأخرى برضو جاء في النهاية فيها ذكر عموم للزكاة، أما التفصيل جاء بالسنة. ده مدير وضع المناهج، مدير وضع المناهج، ما عارف القرآن ولا لقى قبل كده، بس هو بيقرأ كتب محمود محمد طه دي. وقال الأستاذ، قال الأستاذ، أستاذ في عينك، أستاذ في عينك إذا كان ده الأستاذ بتاعك. طيب قال: وعالما علم الله. كذب برضو، لأنه ربنا قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وربنا قال: وفوق كل ذي علم عليم. وعلم النازل ما ولي حاجة بالنسبة لعلم الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام حينما وقف عند البحر: فجاء عصفور فنقر نقرة من البحر وطار، فقال: يا موسى ما علمي وعلمك في جانب علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور بمنقره من الماء. تقول لي: وعالما علم الله، يا كذاب يا محتال يا محمود محمد طه. قال: ومريدا إرادة الله كذب، وقادرا قدرة الله كذب، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، لكن قدرة الإنسان وإرادة الإنسان ومشيئة الإنسان ما مستقلة براها، لأنه في النهاية تابعة لشنو؟ ما مستقلة استقلال مطلق براها، وإنما تابعة لمشيئتي وقدرتي وإرادة الله سبحانه وتعالى. شكر ربنا قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، إلى أن قال: وقادرا قدرة الله. وده الموضوع، ويكون الله، يعني يكون الإنسان يصل يبقى شنو يا جماعة؟ يكون الله عديل كده. هو ده الكلام كله، أنا عمل لك خط عشان تقروا وتشوفوا، ودي هنا قال لك: ويكون الله. شفت الإجرام ده كيف؟ ده الناس ناس ملاحدة وناس مجار ما ناس. والله الفكر بتاع الجمهورين ده فكر ملحد وكفري وما عنده أي علاقة بالإسلام. إذا كان دي النقطة الأولى يا دوب، إحنا بنتكلم عن إله الجمهوريين، ليس هو إله المسلمين. اللي بيعبدوه الجمهوريين ليس هو الذي يعبده المسلمون جميعا على وجه الأرض على مر التاريخ. معبود الجمهوريين براو هو الإنسان الكامل، أما المسلمون الحقيقيون فإنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. طيب كذلك برضو جاءت نفس العقيدة في كتاب الإسلام والفنون الصفحة 14 لمحمود محمد طه، جريد لكل كتبه والباطل بتاعه. صفحة رقم كم؟
14 وما زلنا بالنقطة الأولى موضوع إله الجمهوريين صفحة رقم 14 هذا الكتاب كتاب الإسلام والفنون ودي الصفحة رقم 14 قال محمود محمد طه قال فكل شيء قد خلق زوجين اثنين سبحان الذي خلق الأزواج كلها الآية قال وفي قمة الأزواج الله والإنسان الكامل يعني الله والإنسان الكامل ديل قال ديل هم ديل في قمة الأزواج ديل زوج في قمة الأزواج الله والإنسان الكامل عند الجمهورين زوج لكن بس قال في قمة الأزواج ده كتاب الإسلام والفنون لمحمود محمد طه قبح الله وجهه ومن تبعه من جميع الجمهورين وطبعا ده برضو كفر عظيم جدا لأنه يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى قال قل هو الله أحد فالله عز وجل واحد لا شريك له في ذلك والإنسان ما بيدخل الإسلام إلا أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله كما جاء في حديث عبد الله بن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وتر يحب الوتر طيب أيضا جاء هذا الإلحاد في كتاب أدب السالك أيضا في الصفحة 5 عشان تاني ما بواحد يقول والله يا أخي طبعا وجماعة ديل والموضوع ده موضوع سياسي ده كتبهم سياسي كيف طيب قال فالله اسم علم على الإنسان الكامل فالله اسم علم على الإنسان الكامل الذي بين الذات المطلقة في إطلاقها وبين جميع الخلق فأسماء الله الحسنى إنما هي في حق الإنسان الكامل في المكان الأول لقاكم كبر زي ده يا جماعة أو ده الكلام صفحة رقم 5 وكذلك في الصفحة 45 أيضا موجود مثل هذا الكفر من هذا الكتاب أيضا يعني شوف محمود محمد طه بيكرر الكفر بيتعمد تأصيل الإلحاد للمسلمين كيف قال محمود محمد طه بعد ما ذكر الآية وكفى بالله شهيدا قال الداعي إلى الله هنا هو الله أو قل إن الداعي إلى الله المطلق القديم الذات إنما هو الله المقيد الحديث الذات يعني شوف عندهم الله قديم الذات والله شنو حديث الذات طيب وهو مقيد لأنه مجسد الله عند الجمهورين مجسد وهو قد قيد الذات القديمة المطلقة ليعرفها الناس ذلك بأنها في صرافاتها لا تعرف ولا توصف ولا تسمى هي فوق العبارة وتجل عن الإشارة وأعظم أسمائها إنما هو الإنسان الكامل هو الله الحادث فاسم الله إنما هو علم على هذا على شنو؟ اسم الله علم على شنو؟ على الإنسان الكامل يعني وأما في حق الذات القديمة المطلقة إن هو إلا إشارة والله الحادث قامت به كل أسماء الله الحسنى الواردة في الكتب السماوية عامة والواردة في القرآن خاصة وهو إنما تأهل لهذا المقام بفضل الله ثم بفضل تخليه عن إرادته للإرادة الواحدة حتى لقد أصبح بوقا تنفخ فيه كمالات المطلق من صفات وأسماء وعلى قمتها الصفات النفسية السبع الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام فصار حيا حياة الله وعالما علم الله ومريدا إرادة الله وقادرا قدرة الله وسميعا سمع الله وبصيرا بصر الله ومتكلما كلام الله وصار الله وصار شنو؟ وصار الله هدينا الكلام وصار الله الإنسان الكامل يعني وده والله من أكثر الكفر بالله سبحانه وتعالى وإذا عقيدة الحزب الجمهوري ما كفرية ثاني والله ورونا وين الكفر وين الإلحاد الموجود وين الكفر وين الإلحاد الموجود
أنا عامل لك دورانية وصار الله بالأزرق بالقلم الأزرق وصار الله. طيب كذلك كتاب القرآن الصفحة 112 برضو ثاني وثالث ورابع وعاشر وكفر 500 مرة. طيب قال محمود محمد طه في القرآن الوجود هو الله تنزل من أطلاقه مكتوب كده فظهر في صورة المادة المحسوسة. الله تنزل وظهر في صورة المادة شنو؟ المحسوسة. ها؟ وظهر في صورة المادة المحسوسة وهو إنما ظهر ليعرف ليعرفه من؟ ليعرفه الذي هو مثله الإنسان وليس كمثله شيء. الإنسان مثل الله لأنه الله عندما هو الإنسان الكامل. ربنا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيضا الصفحة 159 من نفس الكتاب يكرر محمود محمد طه كفره وردته عن الإسلام. وللليلة بتابعوا ناس القراي ويدافعوا يقول له قال الأستاذ. طيب قال قال تعالى في ذلك يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها قال فإن النفس الواحدة التي خلقنا منها إنما هي نفسه تبارك وتعالى. يعني البشر نحن الناس خلقوا من الله ذاته. ها؟ وده كلام منو يا جماعة؟ العقيدة بتاعت محمود محمد طه دي عقيدة منو؟ هي عقيدة القراي تلميذ محمود محمد طه. شغل مقطع الفيديو رقم واحد نفس الكلام ده شفته؟ فإذا القراي ما كذب ما يقول لك أنا ما أقدر أنشر منهج محمود محمد طه ومنهج الجمهوري. لا 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 أنت ما جيت أصلا البلد دي إلا عشان تنشر منهج الهالك المرتد محمود محمد طه شيخك وهو ده الدليل. تمشي مننا وين أنت؟ باسم العدم اللي قاعد يشيل منا ويخلق منا لأنه ما في عدم. العدم تصور في وجود. فالله خلق الناس من نفسه قال يا أيها الناس. شفت كيف؟ شفت كيف؟ قال لك فالله شنو؟ خلق الناس من نفسه. ده نفس كلامنا يا جماعة. محمود محمد طه في كتابه اللي اسمه القرآن ما عنده علاقة بالدين ولا بالقرآن قال قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها قال فإن النفس الواحدة التي خلقنا منها إنما هي نفسه تبارك وتعالى. نفس كلام القرائي نفسه بل كربون بضبانة جاب. طيب واحدة وخلق منها زوجها. المفسرين قالوا النفس الواحدة نفس آدم لكن آدم ما برضه مطالب مخاطب بنفس القرآن ده. آدم ذاته والآية تقول له يا آدم اتق ربك الذي خلق من نفس واحد. فالنفس الواحدة نفس الله. ولذلك لما تكلم عن خلق الإنسان قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي لأن الروح الإلهي في الإنسان هو ده جوهر الإنسان نفسه وهو ده من الله من روحي. زيادة على أنه ما في نفس واحدة غير الله غير نفس الله. أول ما قال الله خلق من نفس واحدة معناها نفس الله آدم. فهمتوا يا جماعة؟ زول ده بيقول كلام ذاته والله كلام خارم بارم كله بيقول لكم أنا والله قال العلم اللي وصلت له ودرسته قال ما في واحد في السودان وصل له. ده هو قال نحن خلقنا من نفس واحدة اللي هي نفس الله. وده طبعا ده من أكفر الكفر بالله سبحانه وتعالى من أكفر الكفر. ربنا قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. النفس الواحدة هي نفس آدم عليه السلام مش نفس الله سبحانه وتعالى. لأنه ربنا قال بعديها طوالي قال خلقكم من نفس واحدة قال وخلق منها ده ضمير هذا بيرجع لأقرب مسمى النفس الجبيل دي. خلق منها من النفس الجبيل زوجها. فلو قلت النفس هي نفس الله معناته تقول ربنا عنده شنو؟ عنده زوجة يا بليد. عرفتها ولا ما عرفتها؟ إذا ما بتقدر تقول كده بنص الآية ذاته
مكذبة كلامك ده يا كذاب يا مستهبل يا دارين تجيبوا لنا دين تاني وتمسحوا لنا دين النبي عليه الصلاة والسلام. أنا بنخليكم والله أنا أكشفكم للناس دي بإذن الله وإن شاء الله تعالى، والحمد لله أنا قريت كشفته كشف بقى شفع يعرفوك ضال مضل منحرف عن الإسلام. عشان كده بقيت كل اجتماع تعمله تدافع عن نفسك، وأنا والله ما وأنا ما قلت والجماعة ديل والجماعة ليه ليه، لأنه الشغل ده خش الحوش ولسه بقول جوا حلقومك ده الكلام ده إن شاء الله تعالى. طيب بعد ذلك قال الوجود الثاني جاء من الله، برضو كذب برضو كذب يا ناس، وهذا كلام النصارى بالمناسبة. النصارى ليه قالوا المسيح عيسى بن مريم هو الله وابن الله وهو إله وسائل الثلاثة؟ ليه قالوا الكلام ده؟ قالوا لأنه أصلا عيسى خلق جزء من الله، دي عقيدتهم هم عقيدة النصارى اللي قاعد يجيبوها القراي محمود محمد طادل. طيب قال لأنه ما في حاجة الله قاعد يشيل منها ويخلق منها، ده معناته ربنا ليس على كل شيء قدير عند القراي والجمهورين، ربنا يخلق مما يشاء ويخلق من عدم من غير وجود ويوجد بعد عدم. عشان كده في الحديث القدسي النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى يشتمني ابن آدم ويكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. الشاهد فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني بعدما يميتني، قال الله وليس أول الخلق بأهون علي من إعادتي، يعني أول الخلق أصعب من شنو؟ من إعادته بعد وجوده. ليه أصعب أول الخلق؟ لأنه أول الخلق خلقه وكان عدم، الخلق والإنسان والبشر كله كان عدم. شكي ربنا سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وربنا قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. لكن ده ما فاهم، وأقول لك أنا والله قال أنا غايزني الغايزني أي حاجة بسويها أقول لك دي طبعا ما حصلت قبل كده في السودان. وقال والعلم ذاته قال أنا جبته من أمريكا، طبعا يهود اللي علموا له، قال ده ما في زول في السودان جابه. تقول بعلم أنت ما بتعرف أي حاجة بنظري أنا، والله ما عندك أي علاقة بالعلم ولا بالدين ولا بالإسلام ولا بالمعرفة، لكن تسلط علينا وربنا بيشيلك بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب قال الله خلق الناس من نفسه، طبعا دي ردينا عليه. قال آدم برضو مخاطب بنفس القرآن ده، والدليل قال كده ومعنى، قال الدليل ربنا قال يا آدم اتقي ربك الذي خلقك من نفس واحدة، اتحداك يا قراي واسمه محمود محمد طه، ومحمود محمد طه جدك ذاته، عرفت كلامي؟ جيب لي آية زي دي من القرآن بنفس التركيب ده، يا آدم وكمان بقراها بالدارجي في قرآن بالدارجي. انت حصل عليك شنو؟ قال يا آدم اتقي ربك الذي خلقك من نفس واحدة، هو ده سمعتوا المقطع الآن انتم، وين يا آدم اتقي ربك؟ وين دي؟ وين فيها تكتب؟ وين دي؟ ما في، ما لقتنا والله من سورة الفاتحة والبغرة والعمران والنساء والمائدة ولا ما في لحد سورة الناس. يا آدم اتقي ربك الذي خلقك من نفس واحدة، وهو طبعا حرف الآية يحرفون الكلمة عن مواضعه من الذين هادوا ديل اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه. ليه حرف الآية؟ لأنه الآية هي رد على كلامه ده كله، محاضرته دي كلها. الآية بتقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فالآية بترد عليه صراحة. عشان كده قام حرفها قال يا آدم اتقي ربك الذي خلقك من نفس شنو؟ واحدة. قال لأنه تاني قال الروح الإلهي هو ده في جوهر الإنسان. ها؟ أيوة بعدين حتة آدم ربنا خاطبه بالقرآن دي مهمة جدا. القرآن نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، وآدم أبو البشر، بينه وبين محمد كم سنة يا ناس؟ كم من الآلاف من السنين؟
أو كم عدد من السنين؟ القرآن ما نزل على آدم، وقال ربنا خاطب آدم برضو، قال مخاطب بنفس القرآن ده: يا آدم اتقي ربك. آدم ما نزل عليه القرآن يا أخي، أنا ما أعرف ده، بس أنتوا أحكم المسلمين الحاضرين دين عليكم الله أحكم على علم القراي. القال ما في زول قال أصلا حصل العلم بتاعي ده جبته أنا في السودان كله، ده علمه آدم نزل عليه القرآن، أبونا آدم هناك أول بشر نزل عليه القرآن، بس ولا داير كلام كثير. طيب قال أن الروح الإلهي هو ده في جوهر الإنسان، ونفسه هو ده من الله، لأنه قال من روحه، وده طبعا عقيدة النصارى والعياذ بالله سبحانه وتعالى. طيب اثنين، بعد ما عرفنا عقيدة الفكر الجمهوري وإنهم في الحقيقة يجعلون الله هو الإنسان الكامل، وبذلك ينكرون وجود الله عز وجل، لأنه الله عند الجمهورين هو الإنسان الكامل. طيب اثنين، عقيدتهم في الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي أسوأ عقيدة بالمناسبة، واتهموا النبي عليه الصلاة والسلام إنه نقص الدين، ما بلغوا كامل دين الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام ما بلغوا كامل ونقصوا وكتم جزء كبير منه عند الحزب الجمهوري. قال القراي عن الشهادتين اللي هي شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عنا دي هوس ديني، شهادة أن لا إله إلا الله هوس ديني، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هوس ديني عند القراي في مقطع رقم 2. طيب هذا المقطع استمع له كلنا. بدأت الكون بدأ بوجود وجود الله، ولما كان وجود الله الأول يبقى الوجود الثاني جاء من الله، لأنه والله ما في حاجة جنب اسمه العدم اللي قاعد يشيل منه ويخلق منه، لأنه ما في عدم. لا ده المقطع الأول، أنا ده أجيب المقطع الثاني استمع له الآن. هون ده هم ما وجدوا حتى يكتبوا في هذا في المنهج، فقاموا كتبوه في المقدمة. قال شنو؟ قال أنه يعني ثم لنا أن نسعد بتحقيق آمال واقعية من دراسة الهندسة، الكلام ده كله مثل إنشاء نسعد بآمال يعني مثل إنشاء مترو أنفاق من حلفة بين حلفة والخرطوم والسودان ونيالة والفاشل وما بينهما، ومد شبكة الطرق التي تقود جميعا للخرطوم، وبناء الجسور والقناطر التي تضمن انسيابا منتظما للنيل، وتحقيق أحلام مثل امتلاك القوة العسكرية، ده بدراسة الهندسة يعني النافذة، ولرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله في الآفاق. طيب ما هو الكلام ده يا دكتور؟ الكلام ده معروف، الكلام ده هوس ديني. روح كويس، ده هوس، ده اسمه هوس ديني. أيوة، رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند القراي، ده اسمه هوس ديني، وده في معاداتهم لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، ومعاداتهم للرسول عليه الصلاة والسلام في شهادة المسلم وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشهادتين شهادة الإسلام وشهادتي التوحيد ديل الإنسان ما بيبقى مسلم إلا يشهدهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأل جبريل عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلمة لا إله إلا الله وشهادة لا إله إلا الله قال عنها الله سبحانه وتعالى لما قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال موسى: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى، قال الله يا موسى: لو أن السماوات السبعة وعامرهن غيري، والأراضين السبعة في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، لمالت بهن لا إله إلا الله. دي كلمة التوحيد البنبيز القراي، وبيقول ده هوس ديني. فالمسلمون تاني ماذا بقي لهم من الإسلام؟ ذكر رجل زي ده، رجل فاشل
جاهل ضال غاية الضلال وكمال الضلال، كمال الضلال، مضل، مضل إلى أبعد حد في المضلين. يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ده هوس ديني، ويكررها كم مرة، يتحدى جميع المسلمين ويتحدى الإسلام. طيب، ولهذا لأنهم ده نظرهم لشهادة أن لا إله إلا الله ونظرهم لشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتهموا الرسول عليه الصلاة والسلام بالكتمان، بالكتمان وعدم تبليغ الدين كاملا. اتهموا الرسول عليه الصلاة والسلام بالكتمان وعدم تبليغ الدين كاملا، زي ما هو في المقطع رقم 3 للقرائي برضو، نسمع كلنا المقطع بتاعه والوثيقة المهمة والخطيرة جدا دي. طيب، القرآن والسنة ما كلها نصوص طوالي ماشي، والكلام اللي بيقولوا لنا مما نحن صغار في المدارس، الإسلام صالح لكل زمان ومكان، ونحن فاهمين أنه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان. في فرق كبير بين الإسلام والشريعة. الشريعة هي القوانين والتشريع من الإسلام الناسبة البشرية في القرن السابع الميلادي، ودي ما صالحة لكل زمان ومكان، صالحة للقرن السابع الميلادي والقرون الثلاثة مما هي مثله شبيهة به، ويمكن أن تكون صالحة في لقدام مثل البشرية الحاضرة، لكن في مستوى البشرية الحاضرة هي ما صالحة في الوقت الحاضر. طيب، الشريعة دي يا جماعة شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وده طعن واضح في رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، إن الشريعة الإسلامية كما قال هذا المضل القرائي، قال ما صالحة لكل زمان وشنو ومكان. وطبعا ده نسفي لجميع الإسلام وجميع القرآن وجميع الشريعة كلها. أما يقول الشريعة غير الإسلام والإسلام غير الشريعة، سؤال واحد، الشريعة دي هي الشريعة ياتا اليهودية النصرانية الإسلامية؟ إذا قلت الشريعة يهودية خلاص انت اصمم معانا وريحتنا. إذا قلت الشريعة دي الشريعة الإسلامية، يبقى الشريعة هي الإسلام، ما هي الشريعة الإسلامية يعني هتكون شريعة تابعة لوين يعني، وإسلامية. الفلسفة دي بتاعت محمود محمد طاني، الشريعة براو والإسلام براو، ده كلام دار يهدموا به الدين ويهدموا شريعة الإسلام كله ودين الإسلام كله. أما التعريف العرف القرائي ده طبعا نجروا من راسه وقتي بان جديد بان، قال الشريعة تعريفة هي القوانين والشنوك ده ما عارف الناسبة الغرن السابع الميلادي. رواه منو يا قرائي؟ الله هاي ولا رواه منو؟ منو رواه؟ انت تخم من ساكت؟ قال لأنه الشريعة هي دي القالة منو؟ ودليل شنو؟ من القرآن ومن السنة، لأنه نحن الدين بناخذه من القرآن والسنة. أما شيخك ولا جدك ومحمود محمد طه ده المرتد، أنت الآن بتحمل منهجه ودار تنشره في الأمة وتنشره لأبنائنا، وهيهات. طيب، والحمد لله ربنا جابك ذاته في المحل ده عشان الناس يكشفوك. بالمناسبة أغلب الناس ما كانوا عارفين منهجك، صحيح ولا ما صحيح؟ مما كنت بتكتب في جريدة أجراس الحرية، أنا متابعك قبل أكثر من 12 سنة تحت الحركة الشعبية الجريدة، انت قلنا ما عارفين وبتهدم فيها الإسلام، الناس ما جايبين خبر. الآن جيتنا وظهرت المنهج الإلحادي بتاع محمود محمد طه عشان تتكشف، والآن كل الناس عرفوا باطلك ده، والله الصغير قبل الكبير. عشان كده كما قال سحنون رحمه الله تعالى، إن الله إذا أراد قطع بدعة أظهرها. انت ما جايب خبر وتحاول تمكر بالإسلام، ربنا سبحانه وتعالى قال وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. أنت الآن بتمكر بنفسك لكن ما شاعر. طيب، وبتعرفوا الكلام ده، إذا ما تبت من الكلام ده بتعرفوا. طيب، وأيضا في كتاب الرسالة الثانية قال للإسلام أو من الإسلام، الصفحة 3، الصفحة رقم كم؟
ثلاثة ذكروا نفس الباطل ده، واتهامهم لأنه النبي عليه الصلاة والسلام ما بلغ الدين ده شنو يا جماعة كامل. قال محمود محمد طه، طيب في صفحة رقم ثلاثة، قال بادئ ذي بدء، وإنما أريد بهذا تقرير بها إلى تقرير أمر يهمني تقريره. بادئ ذي بدء، وذلك أن الإسلام رسالتان، رسالة أولى قامت على فروع القرآن، ورسالة ثانية تقوم على أصوله. طبعا الأولى حسب رأي محمود محمد طه دي حقة الرسول عليه الصلاة والسلام، ودي قال على فروع القرآن، أن الرسول عليه الصلاة والسلام حياته كلها بس بلغ الفروع بس. أما الرسالة الثانية قال القائمة على أصول الإسلام، دي الرسول ما بلغها، دي قال حيجي رجلها، رجل ده هو ذاته طبعا، وحوريك هو ذاته دي وين، لأنهم قالوا ما في الكتاب ده، دي ما علينا نحن جوا الكتاب فيه. طيب حوريك لبعض شوية بس أصبر لي. قال ورسالة ثانية تقوم على أصولي، ولقد وقع التفصيل على الرسالة الأولى، ولا تزال الرسالة الثانية تنتظر التفصيل، انتبه للعتة دي، وسيتفق لها ذلك حين يجيء رجلها وحين تجيء أمتها، وذلك مجيء ليس منه بد، كان على ربك حتما مقضيا. أيضا في الصفحة رقم كم برضو 17 يقول نفس الكلام، صفحة رقم 17 قال إن محمدا رسول الرسالة الأولى وهو رسول الرسالة الثانية، وقد فصل الرسالة الأولى تفصيلا وأجمل الرسالة الثانية إجمالا. فكده الرسالة الثانية حيجي رجلها زي ما قرينا قبل في الصفحة رقم ثلاثة، ده اللي حيفصلها، أن محمد قصر فيها صلى الله عليه وسلم وحاشاه وما فصلها، وده مناقض للقرآن يا محمود محمد طه ويا قراي ويا زعيط ويا معيط، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فكلام محمود محمد طه ده اتهام للرسول عليه الصلاة والسلام إنه ما بلغ رسالة الله، وما استجاب لأمر الله حينما أمره بقوله جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ثم ده مناقض للقرآن أيضا، لما ربنا قال وأنزل على الرسول، مش محمود البليد المرتد، على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالدين اكتمل كما قال الإمام مالك، قال فما لم يكن يومئذ دينا في عهد الرسول والصحابة فلن يكون اليوم دينا، لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال محمود ولا يقتضي تفصيلها إلا فهمها إلا فهما جديدا للقرآن. طبعا محمود هنا حيزلق نفسه لكن بصورة ذكية جدا، إنه هو رسول الرسالة الثانية لكن بصورة ذكية، اسمع الكلام ده، قال ولا يقتضي تفصيلها إلا فهما جديدا للقرآن. أها طيب الفهم الجديد للقرآن والبدعة الجديدة اللي اسمها الرسالة الثانية دي للإسلام موجودة عمنه وين؟ أسمع طوال أنا قاعد ما فطرت ولا كلمة، إلا فهما جديدا للقرآن وهو ما يقوم عليه هذا الكتاب الذي بين يدي القراء. الرسالة الثانية الجديدة النبي عليه الصلاة والسلام غلبوا في نظر محمود إنه يفصله، في نظر محمود محمد طه وكتمه وما قال للناس وما فصله حاشاه صلى الله عليه وسلم، قال لك دي تفصيله موجود وين؟ في هذا الكتاب. كتاب ده الألف منه فوق عينه لي، الألف منه صاحب الكتاب منه محمود محمد طه، إذا ده رسول الرسالة الجديدة صاحب هذا الكتاب، والكتاب ده هو ده الأصل عندهم الأم عندهم القرآن بتاع الجمهورين، ده الأصل عندهم الأم. عشان كده في صفحة ثلاثة هنا محمود محمد طه نفسه قال ذلك أن الناس قد أخذوا يتفهمونه ويتقبلونه ويقبلون عليه، وهذا الكتاب هو بالنسبة للدعوة الجمهورية الكتاب الأم، لا
لأنه ده كتاب الرسول الرسالة شنو يا جماعة؟ الثانية. وطبعا ده كله هوس، ما في رسالة ثانية، الإسلام واحد ما اثنين، ده كلام باطل. والنبي عليه الصلاة والسلام ما قصر، فصل الإسلام كله، كل الرسالة فصلها. ربنا قال وأنزلنا إليك الذكر القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. فالرسول بينوا كامل ما نزل إلى الناس، يا مستهبل يا مجرم يا كذاب يا محمود محمد طه والقراية معاك. طيب أيضا الصفحة 134 من نفس الكتاب و 135 من نفس كتاب الرسالة الثانية من الإسلام. وبالمناسبة الكتاب ده الرسالة الثانية من الإسلام ده هو جابته قناة الجزيرة، وهو سبب المحاضرتين اللي أنا عملتهم امبارح والجزء الثاني الليلة، قناة الجزيرة والفكر الجمهوري. ده الكتاب ده شرحوا للناس وأصلوا للناس ومجدوا به الفكرة الجمهورية، قناة الجزيرة. وعرفنا ما هي قناة الجزيرة في محاضرة أمس بفضل الله سبحانه وتعالى من الوثائق الموثقة من قناة الجزيرة وقناة اي جي بلس، وكيف إنها تنشر الإلحاد للشباب وتحارب الإسلام وتنشر منهج اليهود والعياذ بالله. طيب قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم يعتقدون أن تبيين القرآن قد تم وليس هناك أمر هو أبعد من الصواب من هذا الرأي. وقرأنا الكلام تاني من البداية. قال وقد ظن كثير من الناس أن قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم تعني أن الإسلام كمل عند الناس وانتهى إلى قمة كماله يومئذ. وهؤلاء حين يقرؤون قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم يعتقدون أن تبيين القرآن قد تم وليس هناك أمر هو أبعد من الصواب من هذا الرأي. يعني القرآن تبيينه ما تم، والدين دين الإسلام ما اكتمل. يعني الآيتين ذكرهم ذاتهم ديل اليوم أكملت لكم دينكم، والآية الثانية وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، إن محمود محمد طه ده أمر قال لك شنو؟ أمر أبعد، ما في أمر أبعد من الصواب من هذا الرأي أبدا. الإسلام ما اكتمل عند محمود محمد طه، ولا الدين ذاته ما اكتمل عند محمود محمد طه، ولا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن للناس كل الدين وكل الشريعة، إنما نقصه عند محمود محمد طه والعياذ بالله. طيب ليه محمود محمد طه بيأصل للكلام ده وشوفع بتاع النور وراه ليه؟ لأنه محمود محمد طه عنده أصلا محمد ما خاتم الرسل. قال محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، لكن الرسالة ذات ما ختمت. يعني شنو الرسالة ما ختمت؟ يعني ممكن يجي رسول تاني بعد محمد عليه الصلاة والسلام. وين الكلام ده؟ قالوا ده كلام هيكون غريب على كثير من الناس. ده عقيدة الجمهورين، ده عقيدة القرائي يا ناس، وده الدار يعلمه لأولادكم في الروضة في المدارس. الله ينتقم منك يا قرائي ومن أي جمهور لا في البلد دي. طيب الصفحة 10، الصفحة رقم 10 من كتاب الرسالة الثانية من الإسلام. الصفحة رقم كم؟ رقم 10 أو ده الكتاب. طيب طيب قال محمود محمد طه قال بل إنهم لا يعيرون محتوى الدعوة كبير اعتبار، وإنما هم يعترضون على الشكل، وهم يعترضون على أن تكون هناك رسالة تقتضي رسولا يقتضي نبوة، وقد ختمت النبوة بصريح نص لا مرية فيه، وإنه لحق أن النبوة قد ختمت، لكن ليس حقا أن الرسالة قد ختمت. قال حق النبوة ختمت، لكن ليس حقا أن الرسالة قد ختمت. يعني ممكن يجي شنو يا جماعة؟ رسول ثاني، لأنه الرسالة ما ختمت. شوفوا السؤال ده مجرم لدرجة يا جماعة. واستدل بالآية
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الآية دي رد عليك يا محمد طه، مش حجة لك يا بتاع اللف والدوران، رد عليك. كيف؟ لأنه كل رسول نبي، وده حتى عي محمد طه موجود في موضع هنا تاني قال ومعلوم أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، من دقن وافتله. ودي قاعدة صحيحة، كل نبي كل رسول نبي، لكن ما كل نبي شنو؟ رسول، يعني درجة الرسالة أعلى، لأنه أي رسول يكون جمع بين الرسالة وبين شنو؟ النبوة، لكن درجة النبوة أقل من درجة الرسالة، لأنه في أنبياء لكن ما شنو؟ ما رسل، عرفت كيف؟ لكن ما رسل، فهمت الحتة دي؟ طيب، عشان كده الآية دي ربنا ختم بها قال وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، معناته ما في رسول بيجي، لأنه لو قلت في رسول بيجي لأنه لازم يكون رسول ونبي، فربنا قال وخاتم النبيين عشان ما في رسول يجي ولا نبي يجي. لو قلت نبي يجي ربنا قال خاتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لو قلت رسول يجي ربنا قال خاتم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولو قلت رسول يجي الرسول لابد يكون شنو؟ نبي. فالآية دي من أقوى الآيات، لكن أنت ما بتفهم ليه محمد طه رجع الرسول بعد الرسول، لأنه قال لك في رسالة تانية ودي ما حقت محمد أجمالها ما فصلها، وحيجي رجلها ورجلها قال صاحب الكتاب ده اللي هو الهالك محمد طه اللي هو خلف لنا ناس القراية وأسماء محمد طه. طيب طيب ما هي صفات هذا الرسول؟ صفاته شنو؟ صفحة 11 محمد طه قال صفاته شنو؟ قال من هو الرسول؟ الرسالة الثانية، هو رجل آتاه الله الفهم عنه من القرآن وأذن له في الكلام، ده الرسول بتاع الرسالة الثانية. طيب و وأيضا ذكروا في صفحة 17 برضو ذكر نفس الكلام، لكن ما دارين نطول على الناس. في صفحة 17 طيب كذلك يا جماعة مما يدل على إنه الرسول الجاي بعد محمد صلى الله عليه وسلم عند الجمهورين والحينشر قال الرسالة الثانية اللي هو عنوان الكتاب ده، والجواب يكفيك من عنوان الرسالة الثانية من الإسلام، مما يدل إنه عندهم رسول ثاني في ظنهم بيجي إن هم مكفرين الناس كلهم، يبقى الرسول الثاني ما حيكون إلا شنو؟ منهم، لأنه كل المجتمع الموجود على وجه الأرض الليلة السودان وغيره عند ناس محمد طه عند الجمهوريين الناس كلهم كفار، نحن ذاتنا كلنا كفار عندهم، عشان كده الرسول ده ما حيكون إلا شنو؟ إلا منهم بطبيعة الحال لأنه مكفرين لنا. طيب كفرونا بتين، جيب مقطع رقم 4 للدالي تلميذ محمد طه، وطبعا دول كلهم جو ظهروا لنا بعد الثورة دي زي الخفافيش، جو ظهروا في البلد دي ناس كانوا ما فيشين هم بعد الثورة سريع كل واحد يشتري له بدلة وكرافتة أو أجرة ما عارفه، جو طايرين هنا في البلد دي وقاعدين يدجلوا ويكفروا في الناس، دير هم التكفيرين ده بعد شوية حيفجروا الناس، احتمال يجوا المساجد يفجروا الناس يكتلوا الناس لأنه كفروا الناس. طيب ده الدالي التطبيق فيه معنى، لو الناس عرفوه لو ما عرفوا ما حيصلوا، احنا بنفتكر انه الناس ما قاعدين يصلوا، الجوامع ملانة تماما ما في كلها ما صلى ولا الناس على الإسلام، وده احنا بنفتكر انه الناس ما قاعدين يصلوا، الجوامع ملانة تماما ما في كلها ما صلى ولا الناس على الإسلام، وده ما قلنا نحن، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم تكفير للمجتمع يا دكتور. لما تكفير ليه الأمم الإسلامية اللي بتكلب عليها الأمم كيف تفتكر يا دكتور الفرقة الناجية شفت الكلام ده كيف؟ أول حاجة قال انتوا بتصلوا جوامع دي ملانة ساكت، يعني زي عندهم الناس بتلعب جمباز في الجامع بتتريض وتجي عند الجمهورين كده. اثنين قال ولا الناس على الإسلام ذاته، يبقى إذا في رسول للرسالة الثانية بعد محمد صلى الله عليه وسلم ما يكون من الناس المسلمين، لأنه الناس المسلمين عند الجمهورين شنو؟ كلكم كفار عندهم،
كلكم كفار، يبقى ما حيكون الا منهم. والسبب في الكلام ده انه الناس ديل عندهم اصلا عداوه، عرفت كيف؟ مع الرسل عليهم الصلاه والسلام اجمعين، مع الانبياء، كما جاء في كتاب الصلاه الصفحه 46، الصفحه رقم كم؟ 46. قالوا انه في ناس عاديين ما انبياء ولا رسل، فاتوا الانبياء ذات، صفحه رقم كم؟ 46 من رساله الصلاه هذا الكتاب. قال محمود محمد طه في رساله الصلاه، قال: وسيكون دخول امم المدنيه الغربيه الحاضره الاسلام ضربه لازم، وسيبدا اسلامها من الاسلام الذي هو بدايه، ثم تمر على مرتبه الايمان وهو مقام امه البعث الاول، ثم يضطرد ترقيها بوسائل العبادات وسائل المعاملات وعلى قمتها الصلاه، حتى ترقى برقى افرادها الى مرتبه الاسلام التي لم يحققها الا افراد من لدن ادم، وقد قصر عنها حتى بعض الانبياء. يعني في ناس ما انبياء ديل اعلى من الانبياء ذاتهم، من الانبياء ذاتهم قصروا من مرتبه الاسلام دي ما حصلوا. اثنين، الانبياء ذاتهم ما حصلوا مرتبه الاسلام، ما مسلمين. في الصفحه رقم كم؟ 46 من رساله الصلاه. وايضا من عداوتهم للرسل وللرسول عليه الصلاه عليهم الصلاه والسلام اجمعين، انه جماعه ديل قالوا الدين ده بنصل بياخذوه من الله بلا واسطه رسول ذاته، ما محتاج الا رسول ذاته. في الصفحه رقم 48 من كتاب رساله الصلاه، قال محمود محمد طه في الايه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وذلك المعنى في حقه هو أن الصلاة الشرعية فرض له وقت ينتهي فيه. وطبعا ده ما معنى الآية، الآية معناتها أنه أي صلاة عنده وكتاب صلوا لما يدخل وقت الصلاة، مش معناته أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أنه في وقت الصلاة بترفع عن المؤمنين. والرسول عليه الصلاة والسلام أفضل المؤمنين وسيدهم، كان يصلي لحد ما كرعانه تتفطر ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا. فده ذو المجرم بس، وربنا قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، عن الموت. وربنا قال: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب، قال هو أن الصلاة الشرعية فرض له وقت ينتهي فيه، وذلك حين يرتفع السالك إلى مرتبة الأصالة ويخاطب بالاستقلال عن التقليد، ويتهيأ ليأخذ صلاته الفردية من ربه بلا واسطة. بعد ثاني ما بيحتاج لنبي ولا لرسول، ياخذ طوالي من الله طوالي. طبعا ده كفر يا جماعه، لانه ربنا سبحانه وتعالى ارسل الينا رسولا، وارسل الى جميع الامم رسل. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وغيرها من الايات. طيب، وكذلك اصل جمهورين العبد يصل الى انه لا يحتاج الى رساله الرسول، بل يصل ويأخذ من الله بلا واسطة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر محمود محمد طه نموذجا من أخذ عبادة الصلاة بلا واسطة الرسول، ورانا العبادة اللي أخذوها بلا واسطة الرسول دي ذاتها اللي هي الصلاة شكلها كيف. ما بتشبه صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا بتشبه صلاة الصحابة، ولا بتشبه صلاة المؤمنين. في الصفحة 42 إلى 43 من كتاب رسالة الصلاة، قال محمود محمد طه: ثم إنه بفضل هذا الاتباع انعكست الأنوار المحمدية على المقلدين، كل حسب بلائه، فأصبح نظره يقوى حتى استطاع أن يرى مواقع أقدام جبريل التي كانت خفية عنه في أول أمره، ثم سار في إتقان تقليده حتى رأى مواقع أقدام الله التي كانت خافية على محمد. ده العبد قال رأى مواضع قدام الله كان خافي حتى على محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا ما بقول صلى الله عليه وسلم، لأنه أصلا هو عنده رأي. طيب، فأخذ يوضحها له جبريل بسيري عليها، وسار محمد بسير جبريل حتى قوي، فاستقل بالرؤية والاتباع. فإذا رأى المقلد المجود لتقليد النبي مواضع الأقدام الإلهية فإنه يستقل بالرؤية وبالاتباع، فيكون في آخر أمره وبفضل إتقان تقليد النبي مقلدا لله بلا واسطة النبي، مقلدا لله بلا واسطة النبي. وشيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم في كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، إنه اللي بيقول أنا بقيت آخذ ديني من الله بدون واسطة وما محتاج إلى الأنبياء، قال فهو كافر أكفر من اليهود والنصارى. آخر حاجة، عقيدتهم في القرآن،
ومعليش طولنا لانه قدرنا اصل منهج الجمهورين ده كخلاصه شبه كامله. طيب ودي اخر نقطه. وناخذ في المقطع رقم 5 كلام القراي عن القران. شوف الزول ده كيف بيسب في القران وبيطعن في القران ويتهم القران بالاتهامات الخطيره جدا جدا جدا. الموجود في القرآن القرآن الإنسان في الماضي ما طبق نسخ بمستوى أقل من لدى في القرآن المدني ولا سماه الأستاذ محمد طه فروع القرآن. فروع القرآن قام على مستوى الوصايا الموجود في الدولة الدينية اللي بيتكلم عن الجهاد ومملكة أيمانه والرب وغفل الإنسان لأنه متفق معك على دينك والوصايا وأن الناس كلهم يحكموا خليفة المسلمين واحد وأن المرأة أقل من الرجل والرجل قيم على المرأة. كل المسألة اللي احنا هسه نشوفها في الصورة الدينية ويتهموها الناس كأنها هي إرهاب الدين والعمل اللي بتعمل فيه داعش هسه ده كله موجود في القرآن لكن موجود في القرآن المدني والناس ما يسووا في الماضي وغابوا عليهم دولة المدينة. وهو مناسب كان وحكيم وصحيح وموجود. لا يا جماعة ده كلام كفري وكلام خطير جدا 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 جدا. واحد القراء يقول انه الشغل والعمل اللي بتقوم به داعش ده كله يعني قتل الناس والمسلمين وتفجير المساجد بتاعت المسلمين واغتصاب النساء، المهم العمل اللي بتقوم به داعش ده كله زي ما قال ده كله موجود في القرآن. موجود في القرآن قال لكن ما المكي القرآن المدني وده العمل اللي قامت عليه دولة المدينة، يعني دولة من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عند القراي عند الجمهوريين كان بيعمل الجرائم اللي بتعملها داعش الليلة، والعياذ بالله. وأنا ما وجدت سب للرسول عليه الصلاة والسلام أعظم من هذا السب يا ناس. أنتوا تاني دايرين شنو أكثر من كده؟ في ضلال الجمهوريين وضلال القراي وإنه ضال مضل منحرف عن الإسلام. يشتم النبي عليه الصلاة والسلام. واحد وده كذب، ده كذب يا أخي. النبي عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين وهو الذي آخى بين المهاجرين والأنصار وآخى بين الأوس والخزرج. النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي يعني عدل حتى بين اليهود، عدل لهم ما ظلمهم لكن دعاهم إلى الإسلام وهم الغدروا بالنبي عليه الصلاة والسلام وغدروا بالإسلام والمسلمين. لكن الرجل ده والله رجل منحرف ورجل ضال ومضل اللي اسمه القراي. بعد ذلك قال القرآن المكي أو القرآن الإنساني، يعني معناته القرآن المدني شنو؟ غير إنساني. عشان كده اتهم قال العمل اللي بتقوم بداعش والتقتيل والحاجات دي كلها قال موجودة في القرآن لكن القرآن ياتو المدني. وعشان كده بقول القرآن المدني مستوى أقل من القرآن شنو؟ المكي. والتقسيم بتاع القرآن مكي ومدني ده قسمه العلماء لكن القراي والجمهوريين استغلوا الكلام ده عشان ينسفوا به القرآن ذاته. هو شنو القرآن المكي والمدني؟ المكي هو ما نزل قبل الهجرة في أي مكان إن كان، ده الصحيح. والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو كان في أي مكان إن كان. عشان كده آية اليوم أكملت لكم دينكم ونزلت بعرفة وما كان في المدينة هي من القرآن المدني لأنه نزلت بعد شنو يا جماعة؟ بعد الهجرة. وده كلام الشيخ ابن عثيمين، من أراد أن يرجع له فليرجع عليه رحمة الله وغيره من العلماء ونقلوا عن العلماء. فده أخذوا المصطلحات دي حاول يلعبوا بها، قالوا القرآن المدني ده ما نافع لأنه ده الكت على الناس وده قامت على دولة المدينة وده شغل داعش وده 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 قال فروع القرآن وده مستوى الوصايا في الدولة الدينية وده الجهاد وده الرق وده اللي بيقول الرجل قيم على المرأة. أيوة الرجل قيم على المرأة والجهاد ذروة سنم الإسلام جوا عينك يا قراي، جوا عينك يا قراي. والرق موجود في الإسلام وحيثما وجد الجهاد وجد شنو يا جماعة؟ وجد الرق وده حكم في الإسلام ما نسخ ولا رفع زي ما بيقولون السيد غطب. بدل ما فاهمين ذاته لا في العير لا في النفير. طيب عشان كده القراية يا جماعة هو معادل القرآن. عشان كده لما مسك مدير وضع المناهج والكتب التعليمية في المدارس وكده وكده عشان كده أول ما مسك قال أول حاجة نشيل القرآن لأنه أصلا هو عدو لكتاب الله، عدو للقرآن الكريم. وده كلامه الآن سمعتوه بنفسكم وشفتوه بعينكم. عشان كده جاب
بعد طلع المقاطع حقته دي والناس كلها كلها اي مسلم استنكروا ردوا عليه والله نبذوا نبذ القراي شفتها العوام الناس نبذوا نبذ ما خلوا فيه حته والحمد لله ربنا فضحوا وكشفوا كده بعد ذاك جا قال الكلام ده مثلا زي المقطع ده زي المقطع ده مثلا ما بنحفظ القران ولا بنضطروا بالحفظ هسه هم بقروا كانوا الطلبه في سنه اولى في الروضه اذا زلزلت الارض زلزالها عشان يقولوا الارض حتتكسر والحاجات حتقع والارض عشان يخلوا الطفل وصغير يعيش في زعر مع وطبعا ده اتهام من القراء الجمهوري ان القران بيعيش الناس والاطفال في زعر وربنا سبحانه وتعالى قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب من التربية إنه الطفل يخوفه بالقيامة ويخوفه بالنار ويرغبه في الجنة ويرغبه في رحمة الله اشتغلوا معه الترهيب وشنو يا جماعة وترغيب ده من التربية وانت قلت قال أنا قريت وقال في علم الهناية قال ما بزول السوداني حصله ده هو طيب وده استهزاء بالقرآن يا جماعة كلام القرائي ده انه صورة الزلزلة والارض تتكسر ده استهزاء بالقرآن وربنا قال قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون شوف حكم الاستهزاء شنو بالقرآن ربنا قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم حتى الطلبة في الروضة ذي ان احنا ما حنحفظهم القرآن حيستمعوا لأناشيد وحيستمعوا لموسيقى وحيستمعوا لترتيل القرآن وهيستمعوا لترتيل الكتب الثانية غير القرآن لما يكون الفصل فيه طلبة غير مسلمين لأنه السماع للترتيل ده القرآن عنده موسيقى بتأثر على القلوب والموسيقى ذاتها بتأثر على النفوس والقلوب شفت الكلام ده كيف؟ قال احنا ما طبعا مصر اتحدى المسلمين كلهم ان اطفالكم ما حنحفظهم القرآن ولا شيء من القرآن ابدا لكن قال نسمعهم ترتيل بس للقرآن وترتيل قال للكتب الأخرى يعني الإنجيل والتوراة وكذا المحرفة يسمع المسلمين وأولاد المسلمين ما يحفظهم القرآن ويسمعهم الأناجيل والتوراة المحرفة كتب اليهود والعياذ بالله وكتب النصارى التي حرفوها بأيديهم كما قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون بعدين حكايه القران عنده موسيقى طبعا دي اخذها من سيد قطب ودي بيقولها الاخوان المسلمين والجمهور اللي عمل بها بيحارب الاخوان المسلمين هو اخذ منهجهم اخذ منهجهم ما جايب خبر ده ما بلقط حاطب الليل عرفته فالقران عنده موسيقى ده كفر قران كلام الله بالحق انزلناه وبالحق انزلناه وبالحق نزل ده ما موسيقى يا زول ربنا قال كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا آياته دي ما موسيقى الموسيقى في القرآن والسنة حرام فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فالسمود ده هو الغناء والموسيقى كما قال ابن عباس بلغة حمير فالقرآن حرم الموسيقى والأغاني تقول القرآن عنده موسيقى يا مستهبل ونحن والله نصحنا الناس من خطر الفكر الجمهوري بالوثائق ما قلنا أي كلمة من رأسنا وخطر قناة الجزيرة اللي الأيام دي قاعدة تلمع في الإلحاد بتاع الفكر الجمهوري هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.